وبداية السيارات هذا سمو الأمير الوليد بن طلال للجياد والأفراس المنتج محليا عمر 4 سنوات، الخير التي لم تروع. نرحب الآن بصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز الذي يشرف ميدان الملك عبد العزيز الفروسية في هذه اللحظات ليقدم هدايا سموه في هذا التشريف الغير مستغرب من سموه الكريم، وأيضا تقديم الهدايا التي يقدمها لعشاق الفروسية ولأصحاب الخيل التي تفوز في هذه الأشواط وفي هذه السيارات التي تظهر على الشاشة في هذه اللحظات. هدايا صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، 5 سيارات في هذه اللحظات نشاهدها، ستبدأ وسيبدأ بتوزيعها من هذا الشوط الثالث. وأول السيارات التي تظهر على الشاشة وكعادة سموه حفظه الله في كل سنة في تقديم الهدايا دعما منه لرياضة الآباء والأجداد، لرياضة الفروسية السعودية، لعشاق الفروسية، لأصحاب الاسطبلات الفائزة في هذا الميدان. يتقدم بكل قوة مع محاولات من البقية، شموخ الحجاز للمركز الأول والحصول على السيارة الأولى لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. كما تعودنا دائما من سموه الكريم دعم رياضة الآباء والأجداد، دعم الفروسية، دعم الملاك، دعم المدربين، ودعم الخيال. الحضور الكرام الذين يرافقون سموه في هذه اللحظات نرحب بهم هنا في ميدان المؤسس، ميدان الملك عبد العزيز الفروسية. وكما تعودنا دائما الهدايا المقدمة من سموه الكريم في هذه الأشواط وفي مثل هذا الوقت من كل عام دعما لسموه لرياضة الآباء والأجداد، رياضة الفروسية، وكذلك المساهمة في الدعم اللامحدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهذه الرياضة. والتي 5 سيارات سيقدمها صاحب السمو كما هو معتاد في كل سنة دعما منه لرياضة الآباء والأجداد، رياضة الفروسية السعودية. نرحب به في ميدان المؤسس، ميدان الملك عبد العزيز الفروسية هنا بالجنادرية بالعاصمة الحبيبة الرياض. شاهد الآن تقديم مفتاح السيارة للشريف الزاعم بن شاكر العبدلي والقائمين على الاسطبل في هذه اللحظات. يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة. في الشوط الرابع والسيارة الثانية لربا الجمال مع محاولات من البقية. إذا نرحب مرة أخرى بصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة الذي يحضر معنا اليوم ويشرف ميدان الملك عبد العزيز الفروسية. إلى جانب يعني إمكانياتها التي تؤهلها للمنافسة، يوسف الحصين أعتقد خيال متمرن و للصدارة، نرامي إذا للصدارة في المركز الأول، ألف مبروك عطاوي والخيال ترك العنزي، وفي المركز الخامس رقم 3 بسم الله لنزار أنور بالجدايل المدرب عبد الله بن مشرف والخيال البراء المحيميدي. وفي هذه الأثناء أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة الحضور، يسلم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة مفتاح السيارة الهدية بعد فوز نورامي لمشعان بن مبداح المشعان في الشوط الخامس، ألف مبروك. ألف مبروك لإسطبل المشعان بمداح المشعان. سيطرت تماما عليها الفرس فوينغ التي يعني حاولت بقدر ما يمكن أن تحافظ على المركز الأول، لكن النهاية كانت لصالح نورامي التي خطفت الجائزة الثالثة من هدايا الأمير الوليد بن طلال التي الضيف هو المدرب
نجيب البرجس. فيصل مساء الخير، وأيضا مساء الخير لضيفك، تفضل. شكرا لك زميلي متعب، وكما ذكرت بالتأكيد اليوم راح يكون معنا نجيب البرجس، وراح نتحدث عن الدعم الكبير والسنوي والمعتاد من صاحب السمو الملكي الأمير وليد بن طلال بن عبد العزيز. السر أن يكون معي المدرب والمشرف على اسطبلات المملكة نجيب البرجس. حياك الله نجيب، ونرحب فيك في التلفزيون السعودي، وبالتأكيد اليوم هي مناسبة غالية، والجميع هنا يتنافس ويبحث عن هذه السيارات الخمس. كلمتكم بهذه المناسبة. شكرا أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحقيقة أحب نشكر صاحب سمو الملك الأمير وليد بن طلال على هذا الدعم الحقيقة اللي مو غريب من تقريبا أكثر من 20 سنة أو 18 سنة، وهو مستمر بالدعم الفروسية حتى الآن. وصلت تقريبا جواز سمو أكثر من 300 سيارة للفروسية. طبعا سمو سيدي يدعم ميدان الملك عبد العزيز وميادين المملكة جميعها، ليس بس ميدان الملك عبد العزيز، حرصا لدعم هذه الفروسية، دعم الفروسية والحقيقة تطويرها، وامتد دعم لسباقات التحمل أيضا حتى يعني سنويا ميدان الزلفي يقدم فيه اكثر من سيارتين او تقريبا 200,000 ريال وارماح ومناطق المملكه كلها، فمو غريب الحقيقه على دعم سمو سيدي الامير الفروسيه. جميل. اذا تحدثنا عن الامير وليد بن طلال، نتحدث عن اسطبلات المملكه واسطبلات التي شاركت في سباقات القدره والتحمل، ونتحدث ايضا عن الامير كداعم ايضا للقدره والتحمل وداعم لقفز الحواجز ولسباقات السرعه ايضا في جميع ميادين المملكه. دعنا نتحدث عن سباقات القدره والتحمل، لم نشاهد اسطبلات المملكه تشارك عالميا. طبعا سباقات طبعا فريق المملكة لسباقات التحمل تأسس عام 2007، حتى الآن حقق أكثر من 47 بطولة داخلية وخليجية. طبعا مهرجان الخادية من 3 سنوات طبعا اسطبلات المملكة مسيطرة على المراكز الأول، يعني آخر كان العام الماضي المركز الأول والثاني. حريص سمو سيدي على المشاركة في هذا المهرجان الكبير، لأنه يحمل الحقيقة اسم غالي على سمو الأمير خالد بن سلطان، الحقيقة عزيز على قلب سمو الأمير وعلى قلوبنا جميعا. أعرف بأن الأمير الوليد بن طلال له أيادي بيضاء، ما هو بس بالفروسية، يعني جميل جميع أوجه الحياة في المملكة العربية السعودية، النشاطات الخيرية، ولكن هناك رسائل أتمنى أن توصلها للأمير الوليد بن طلال بدعم بقية ميادين المملكة. هناك 11 ميدان، يعني أنا أشوف الدعم للزلفي، الرماح، في عندك القصيم، في الجبيل، في حائل. أتمنى سمو الأمير يدعم أبناء الوطن في بقية ميادين المملكة. والله يا أستاذ متعب، الحمد لله سمو الأمير طويل العمر يدعم، وسبق صرح في هذا الميدان. نعم صرح لي قبل عدة سنوات. نعم، أن مكتبه مفتوح للجميع الحقيقة، من أتى وقدم يبشر بالخير. يعني سمو الأمير ما أعتقد أن في أحد قدم له رفض لسمو سيد الأمير الحقيقة. اللي وصلوا وطلبوا دعمهم سمو سيدي، فأنا الآن إن شاء الله وصلت الرسالة من بقية الميادين بالدعم. طبعا إن شاء الله يا طويل العمر مكتب سمو الأمير دائما مفتوح الحقيقة الليل والنهار. حلقة وصل بيننا وبين سمو الأمير، وإحنا حلقة وصل بين أهل الخيل وبينكم أيضا. حياهم الله أبدا. سمو الأمير دائما يرحب بالأخوان، المكتب اسمه 24 ساعة الحقيقة في خدمة الشعب السعودي. شكرا جزيلا. زمانه للدخول بقوة مع فرعان في هذه الأثناء، والتنافس يشتد في الأمتار الأخيرة. سلطان زمانه يتقدم الآن ويصل إلى خط النهاية معلن فوزه بالمركز الأول. ألف مبروك. إذن الشوط السابع مشاهدين الكرام يسجل هدية الخامسة من هدايا صاحب السمو الملك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ريو بارك لأبناء رفاعي بن صنعة الغريبان. المركز الثاني لرقم 4 ميوزك سيتي،
الأزهري. كانت هذه النتيجة النهائية. في هذه اللحظات يسلم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز مفتاح السيارة الهدية الخامسة من هدايا سموه للمدرب والمالك فواز الغريبان مدرب الجواد ريو بارك. ألف ألف مبروك لأبناء رفاعي صنعة الغريبان الفوز بالهدية الخامسة من هدايا صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. وباسم ملاك الفروسية نشكر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة على دعم سموه لسباقات الفروسية السعودية بهدايا القيمة. ونبارك لجميع الفائزين بالهدايا الخمسة. هذا المشاهدين الكرام طبعا تشرفنا في الاستوديو وايضا الكنترول مع الزميل المخرج ناصر السقيه بزياره صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز للاستوديو وايضا غرفه الكنترول في زياره تفقديه، وكان يرافق الاستاذ راشد بن عبد المحسن الزنيدي مدير عام نادي الفروسيه للاطلاع على التجهيزات وميدان الملك عبد العزيز الذي يضم أرقى وأحدث الأجهزة وأيضا التكنولوجيا في هذا الميدان الكبير، ثمرة من ثمرات دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، وأيضا دراية كبيرة للأمير الوليد بن طلال عن سير سباقات الفروسية وهو ليس بالبعيد عن هذه الرياضة العريقة، وأيضا كان التقى بالزملاء وأيضا صور الفوتو فينش واطلاع على أحدث الكاميرات الموجودة في ميدان الملك عبد العزيز الذي يعد من أرقى ميادين العالم هنا باستقبال الأستاذ ناصر بن محمد الصقيف مدير عام مخرج الفروسية، وأيضا يرافق مدير عام نادي الفروسية الأستاذ راشد الزنيدي للاطلاع على كيف الكاميرات ووجود الكاميرات في جميع ميادين السباق أو ميدان السباق في جميع الزوايا، أيضا غرفة الصوت والمجهزة. وكان أيضا الأمير الوليد بروح المداعبة وسأل عن الميادين اللي يدعمها، سأل نجيب البرجس، وإن شاء الله راح يكون هناك في خير الأخوة في ميادين السباق. اهتمام الأمير الوليد بن طلال لهذه الرياضة العريقة يستمده من دعم قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي هو الداعم الأول وراعي الفروسية الأول. الأمير الوليد لما زارنا كان أيضا روح المداعبة، أيضا تفرج على الاستوديو وتكلم عن السباقات، تكلم عن الخير بشكل عام. طبعا الأمير الوليد بن طلال طبعا شخصية معروفة، والحقيقة تشرفنا بحضوره معنا هنا في الاستوديو وأعطى بعض توجيهاته وملاحظاته ونقدرها، وطبعا رجل خبير وفاهم في أمور كثيرة في مجالات عدة ما شاء الله عليه، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي معه دائما مع هذه الرياضة الأصيلة، متمنين التوفيق له ولبقية أيضا المواطنين والأخوان معنا في سباقات الخير. إذن شكرا للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، نقول لك كثر الله أمثالك وإن شاء الله.